النبي صلى الله عليه وسلم سقوا دتك تربيدين يا اخرانا كخريا ايا و خليا تعجبون من ليني هذه ميا ليا بنتيين دبع سنانت يا جليع كو جرا يا غانتو يغ راحيسنايسو حريرتن لما ناديل سعد بن معاذ في الجنه خير منها واليا وحو غاتن توالك سعد بن معاذ كو هيستو جنده ايا كا خير بدن كانا جلعسن رسول كني من يا مولكني مكو كدشو مدينة نواو هجروذي الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد وحلقة استحادة برامج كني تطكع كبارو سين هروش يقني ومضو الوعد بيليضة هالدور بيليضة درفت فرت الوفيق وطتك رحت الماما ومدرس واحد ومد كنت هاي فولات كوا وحقه هو رسول استعجى وتاريخه وارسي أيه اللي هذا وحنا نقول الله إن هين كنت إنه إسكنبار نتشبه بالكرامي إن لم تكونوا مثلهم بل إن نقف إسكنبار كنا ضيدو وجادو ومدنا كام معرض سين هرب وشجني وذا أكت هنا عيد أي تلمساته أي كنت إذا القدوة وشيء أساسية وأنا لا سمعية لكن نقول سمعين ما إنه هو دتك هني إنه سمايسنا إنه شري تاريخ ده فرضوا على أنفسهم فرضا إلى هيجود يا غي سبحانه وتعالى نكالين كلام سعد ابن معاذ بين حلقة كجشيا كان سعد ابن معاذ رضي الله عنه وأضيع كم إذا أضيع شيء ولين كي أنصار ترون شري قبيل كي لورين شري أوس وما تشي فدي لورين شري أوس أيوم ضحكها شخصية الله يابله أو تاريخ ده بلدها كجلي نبي صلى الله عليه وسلم وحوري اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ مركو انت سعد بن معاذ محارعي قدر يا مي عرشي إلهي بأوكري ليه سبحانه وتعالى وقيمها إلهي اكتسو كلي حديث كان لبي حكت المامي عليه الصلاة والسلام مالي خود انتي ان تضباطا كن او ملك اي كسو قيب قلنتنا سديس تضباطا كاكونا ملك سي نبي شيقي عليه الصلاة والسلام مالك أكوهر لكم أيمن خطوه فرصو تضباطن كن أم ملك 70,000 ملك شهدوا جناسة سعد قيمه ولي يوجد مالك نبي صلى الله عليه وسلم وحلوه كاني اسكتشوك حريرة طبعا تنسى حبادي بعتابطي وحلي يابين دبع سنات كترتا يتشلي عيدا إيو قعنتو سيقول راح يسانسا مركي تابطي نبي صلى الله عليه وسلم سقوا دتك تربيدين يا اخرانا كخريا ايا وحو ليا تعجبون من ليني هذه ميا ليا بنتي هين دبع سنانت يا جليعه كجرا يا غانتو يغ راحيسنايسو حريرتن لما ناديل سعد بن معاذ في الجنه خير منها واليا وحو غاتن توالك سعد بن معاذ كو هيستو جنده ايا كا خير بدن كانا جلعسن قيمها سوليه رضي الله تعالى عنه هضبا مواقفتي سمحي هاي مواقف لا يبلو لها مواقفتي سوحة كمدة مركو إسلامي مصعب بن عمير بكو إسلامي كعنتيس مركو إسلامي ريبني عبد الله شهر ورمو سوشري نغيس تبول هل كيني دي كتشري كالين بدو كتشري تاسدا يستا ساتا مركو حكوري كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تسلموا نغيس تددو سو كالين تا يدي كمتشرو او دي ميهي وحا أغاتان رقين يدمر كين هذا الكود حرام بيجي هي إلى صو إسلام إسان إلى صو إسلام إسان نيكن وا 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 أضي بلد خير بو مدح كيه خير كله كم فهور سيدة يا وناك سمو إن صو إسلامان دين تقاتان شرفت صو جلان نار تكبت بعدان وحا يسوي دين لي إنك وضي أشي إنه كان إنتي نلوش كله يوامح هذا هاي نين عاقلة أما سلطانة أما أضي خير هرتشو قاعته هاي برتورة ضطه هاي وحدو قالت سعد باتو صالك واه سعد واكا رضي الله عنه سعد واكا كله مركو صاو إسلامي با ولي بدرين كده عودوا بصاو قاتي لا إله إلا الله خدوا واقي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه مركي بسوي استعجو رام حي والرجيس هذا كينو حرام بيجي هاي هذا يدا صاو إسلامي رجيا دبر با تبقى تنعي سوى إسلامان والدال على الخير كفاعله قف كدتك وناك فرانا أما تصارى
وحول أشره قف كيس ميو كله قف كستود وناك وش يكتو وناك سمية واحد وقعت أشر كيس أشر كوليه أشر لم يضل هذا مركوح عليها وضياشة خيرها ملاح ضوء وناك فرع وناك كشقية صلاة فرع دينت الإسلام كأبو باقة دينتو إن خيرها كده حفافته وهذا الصبح والبا كل صو كله هي قاران كي كيانا إن تلادو ذكور هيسو سكبحين تو ذكور هيسو دين تو إن يكون رقبان إن ذكور هيسو لو بهي وحنات صارك وجا هرمت كوا سعد سعد رضي الله عنه مواقفتي سلا ياب خلايدو حكم دا مالن كي بدر والله وذا قرنا يا النبي صلى الله عليه وسلم سوق مدينة شوقة وحسوق قاري وراء إن قريش حول بضنا إلينا أبو سفيان هو كانوا كي هاي إن كي ما ده شام يجو حولها سنة أيهين حوله عدوجي قلينك قريش أما تدك عدو كها مسلمين تا يا قريش مسلمين تحقب لي حولها نقاطان حوله دبل جسوا بربحي قلينك حسنا دعي نبي صلى الله عليه وسلم سهل هلا لا يا صحابة أنتي دار سنيد وكور صباح والله ذكرنا يا نبي مركو صام بابا عليه الصلاة والسلام أبو سفيان وكور هلا وقت قالها رضي الله عنه أبو سفيان مركو وركي كهلاي قريش وحقدر فرنا حوله إني والله قادنا يا سو قال أبو سفيان وضدنا وكبر لي وقص الله وذكرنا إياه تفاسيش إذا نله قريش وقت صام بابا حلي يلا كونين كده تقريبا هو بدن يجادد بدن وضعته صحابة دون الصدح بقول يدوريتهم من أيه إذا كنا بيكون جامين عليه الصلاة والسلام وحلاصوا بحين موهين محي تقال إن لقاه وح كفر سوي ذي لكن تقال كي إن لقاه النبي صلى الله عليه وسلم تليه جتاي موهين تليه جتاي موهين نضد كي لتشو يتلقي الورم حين وصمينا أشيروا علي أيها الناس طبعا تنوح كعي صدح إنه أهل وحويان مهاجرين النبي الله يحفظك تلنا صدي أربعونا طبعا تنبي وكسعلي والله لك أنك تريدنا يا رسول الله سعد ما مركز قرتي سعد وانين ماها هرده الرسول كله مركز الله يبل إلى تلي هذا الله هذا ما له واحد نوتشي ده أنا قوان صاره قال أجل هابو كل نبي صلى الله عليه وسلم سعد وحكوري قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به الحق وأعطيناك مواثقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا إنا لصبر عند الحروب صدق عند اللقاء لعل الله يريك فينا ما تقر به عينك وحليه هاي نبي الله وانكر رمينا وحانانو كمر خاتك عني إن وحاد شكت وحقيه بلن بلن وانو خوسي نسيد وانو خورا قلي إن أنو خو داعي نو أنو خو مغلي نو رسولك إلهي وحدوني سسمع وانو قرب استياجنا إلهي حقه خوسه صاري بان كل عارنا يا إيه هدات رها بدا عينو تشيرنا وانو خورا تشيرنا قف نجح رأي أنا جنا جمدي مشرو ما دي بسنا ينو إن البريت ولا عدو جيجا أنو لك ولا نو أنو كلا عرف قادنا وحنو نه مركز دجال كتيما ضد صبرا تذكر مشيغا ماركا فودا ليسكليو اي لا كلمه وحانا فيليا انو الله كوتس دونا وخ اندهاغو اي كو فرحان اي كو دوغسدا موقف كا ادق ارغنمدي كو جيرتو ايو وحويان قات سعد رضي الله عنه وحوها نين دينتا كو ادق مالك خندق talo in kinigu soo jeediyo waxa kamid ahay salaatu wasalaam cadaw inta rada badan ee muslimiinta ay iska caabin karaan ay ku soo duulay way qaybsamaan noocyo kala duwan way yihiin dad xarb caqaaydiya jirta oo kula dagaalamaya oo quraysha qolana waa qadafaan iyagoo hunguri doon marka hadaynu timirta madiina ka soo gado aynu saddex meelood meel siino deweyn idin kara saamu kula heshiina nabiga guwaanka muu qaadan sa'ad ibn mu'ad iyo sa'ad ibn ubada ayuu u yeeray war ma yeeli ka warram arinta لو ذو حس كره وسعد ابن معاد يو سعد ابن عبادة رضي الله عنهما ما يبكونه رسول كلاه يو مركنوا قال الله حين قلنا كريقة طفان إن المرتجلينه يني نجي بسان ما يتمرت مدينة في كذا سكلو ميسار ترين ما أنتوا إسلامنا والله هنا نفك سارهين نبي صلى الله عليه وسلم
مو أوران محاودي ده تلاقي ده النبي صلى الله عليه وسلم تودي بكون راعي تيبانو إلى هي سبحانه وتعالى كقولي قال دينا سال وذا كرنا يوم مسلمين تو ويسكع بين ماشنا وكب حين وانا يتبين سورة الأحزاب بنا إلى هي سبحانه وتعالى بلا وجدة كشيء كناية سعد نكاه جاميها لياو كله إسلام كهال أنت كي جستي فضاء إيشي سأني صوت الماني ويجي حلو بهي تذكرنا هجاميا شريرو إني سعد كنت غيضان خيره ده أنا خير كأيوهر سيدان خيره ده يوناك خلاص تريان وناك كهر شوغان إلا سوك هالمستو خير وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إن لسكوك هالمستو ولا سكوك رب قلو وحويان وناك يا لك عبسي أن لسكوك رب قلين حمانت يحد قدبك والله بهي هي أضيق أن فرارك قبطوها دي حد قدبيا لكن لا يراه ذو ما أن فرارك ما كمده وحيين بانه صح ما إن شاء الله حلقة دان ألغسين كتو تشيننا سيدايا كلان دمي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول كني منا يا مولا كني رسول كني منا يا مولا كني مكو كدشو مدينة نواه وجرودي واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عزكش بصي واحد كوش بتحيل مفرم $10 بات كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية تومبات كوش بنكرتها لبات تومبات كوش بنكرتها